أهلا بكم من جديد متابعي اقتصاد بلس، موعدكم الآن مع فقرتنا الموالية الأسعار. آخر الأسعار المتداولة لليوم نتابعها في هذا التقرير. ونختم كالعادة مشاهدينا مع جولتنا في أسواق بلس، واليوم نأخذكم لجولة في محل بيع العبايات بطرابلس. من أجدد العبايات العرسان ومن أجدد العبايات العملية. عندكم كاباراسي، كاباراسي تكون من شغل يدوي، كاب قماشته، كادي من أجود أنواع الأقمشة، تسعيرتها 1680 دينار. وعندكم العباية للطلعات والمناسبات العادية، حاجة ممتازة، قماش ندى شغل كريستال حقاني وسعرها 1175 دينار. عندكم قسم العملي، عندكم العبايات الكلوش، عندك هذه عباية عملية صادة ناسكة موديلها جديد حديد سعرها 880. عندكم أجود أقمشة للحاجات العبايات العملية قماش الزاري سعرها 575. عندكم الكيبان، كيبان بك وفرنا وصورنا لكم واحد، هذا من أحدث الكيبان اللي عندنا، طرف واحد تميز بقماش ممتاز، قماش الكادي شغل يدوي كريستال حقيقي ألوان سعره 1680. هيك مثل بشت وقفطان داخلي لون أزرق عملية سعرها 440. وعندنا ألوان صيفية شغلها شغل يدوي بسيط سعرها 465. وعندكم هنا كاب عرايسي فل الفل كريستال حقاني قماش الندى سعره 980. وعندكم هنا قسم العبايات المسكرة والأريح في اللبس، يعني سعر العباية 1280 شغل يدوي كريستال ممتازة جدا في اللبس قماش ندى الياباني. نهاية اقتصاد بلس اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، في أمان الله.